واشنطن تهدد الميليشيات، ردنا القاسم آت، درون الولاءات تستعد لحرب القاصفات، سوداء نهاية فصائل العمالات. الحكومة تشكو سلطة القضاء، إطلاق مصلح تم باتفاقات الخفاء، قدمنا أدلة الموت وجرائم الفناء، من القرار نحن أبرياء. تقرير أحداث الحدباء، المالكي سر البلاء، أعطى أوامر الانسحاب والإخلاء، منفذ أجندات طهران علانية وبالخفاء. شهادات القيادة الأمنية تفضح خفايا القضية، الموصل بيعت بسوء نية لحشود الخوارج والبربرية، إنها أفعال الحكومة المالكية.